أولى محطاتنا الصباحية لليوم بصباحنا الاستثنائي، طبعاً نحن عم نطلع عليكم من مدارس أبناء الشهداء بهذا اليوم الاستثنائي اللي قدموا فيه أرواحهم من على إلى السماء لتبارك هذه الأرض الطاهرة بدمائهم، ونكون طبعاً عم نحكي ونجدد طبعاً التحية ونحكي عن رمزية الشهادة. سلمى، في السادس من أيار ذكرى عيد الشهداء بدارسنا رح تكون واقفة عند هيدا اليوم ومعانيه، وأيضا رح نوقف عند جهود سارت وما زالت على قدم وساق في مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين التي تعنى بتقديم العناية والخدمات في مجالات مختلفة. رح نتعرف عليها أكثر مع سيادة اللواء بسام كامل بري، نائب مدير مديرية ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بصباحنا. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك سيادة اللواء، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير، واكيد سوريا دائما قائدنا بألف خير. يا رب. نعم، كل عام وانت بخير، وسوريا دائما قويه بابنائها وقويه وعصيه على الارهاب، طبعا كرمة لارواح شهداء. اليوم نحن بعيد الشهداء، خلينا نبدا ونحكي عن قدسيه الشهاده ورمزيه الشهاده اللي موجوده بعقيده الجيش العربي السوري. طبعا الرحمه لشهدائنا الابرار، اكرم من في الدنيا وانبل بين البشر، والشفاء العاجل لجرحانا والعودة الآمنة لمفقودينا. طبعا اليوم أقدس ذكرى هي ذكرى السادس من أيار عيد الشهداء، فقد قدمت سوريا عبر تاريخها الطويل من الدولة العثمانية إلى الانتداب الفرنسي مرورا حتى يومنا هذا قتالنا مع العدو الصهيوني المحتل، وحربنا الحالية على الإرهاب التكفيري المدعوم من كافة الدول الاستعمارية. قدمت قوافل من الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن ومن أجل رفعة وعزة وكرامة بلدهم ووطنهم سوريا. وأشرت نقطة كثير مهمة سيادة اللواء، أنه معنى الشهادة لم يختلف في يمكن ظروف سابقة ولليوم. خلال 10 سنوات من الحرب الهمجية الإرهابية على سوريا ما زال رجال الجيش العربي السوري يقدمون الشهداء، فتحية لأرواح جميع الشهداء. خلينا نحكي 10 سنين من الحرب، سطرت رجال الجيش العربي السوري أساطير. قد ما حكينا يمكن عن هي الملاحم البطولية ما بنقدر أنه فيهم جزء من حقهم، لماذا لم يتغير المعنى الشهادة اليوم؟ يمكن كل العالم عم تراهن على رجال الجيش العربي السوري وما زال اليوم، حتى الضابط في الجيش العربي السوري بيعلم ابنه أنه أنت بدك تصير الضابط، وأول شيء بيعلمه حب الوطن ورح تدافع عن تراب هيدي الأرض وتقدم روحك فداها. طبعا الشهادة ما بتختلف، الأساطير اللي قدم الجيش العربي السوري كثيرة. فإذا بدنا نبلش من السادس من أيار، من أيار اللي هو ذكرى عيد الشهداء اللي بتحتفل فيه الجمهورية العربية السورية، هو عبارة عن تخليد لذكرى شهداء سوريا ولبنان التي أعدمتهم الدولة أو السلطات الاحتلال العثماني بممثلة بجمال باشا السفاح. فهؤلاء الشهداء وهم على المشانق وحناجرهم كانت تردد المشانق هي مراجيح للأبطال. فمن هنا نبدأ أنه واحد عم يروح وعم تروح وهو عم ينادي وما أنه الوطن أغلى شيء عنده بهالكون. فالأساطير إذا بدنا نجي على الأساطير، بنعرف نحن معركة ميسلون اللي هي كانت أبى يوسف العظمي اللي كان وزير الدفاع، أبى أن تدخل القوات الفرنسية إلى دمشق والجيش العربي السوري يستسلم، وبرغم الفرق ما بين بالعتاد والعدي، يعني كان فرق كبير بين تجهيز الجيش العربي السوري بذاك الوقت وبين القوات الفرنسية اللي كانت محتلة. فمع ذلك أبى إلا أن يقاتل
وقاتل، ولم تدخل القوات الفرنسية إلى سوريا إلا وسقط دماء، سقط شهداء لنا حتى لا يسمى على الجيش العربي السوري إنه استسلم وسلم دمشق بدون أي قتال. مرورا إلى حرب تشرين التحريرية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد، هذه الحرب التي كان فيها أساطير وبطولات لجيشنا العربي السوري، فينا نحن نتذكر من هالبطولات والأساطير إسرائيل أو الكيان العدو الإسرائيلي كان عامل خط آلون اللي كان مفتكر أنه لا يمكن لأي جيش أنه يخترقه، فالقوات الجيش العربي السوري اخترقيته ووصلت إلى خط إلى ضفاف بحيرة طبرية، ومعارك كثيرة منها من أهم المعارك التي خاضتها هو تحرير مرصد جبل الشيخ اللي أدى فيه جيشنا وقواتنا المسلحة أكبر معاني البطولة والفداء، واستطاعوا تحرير هذا المرصد. كذلك فينا نحكي على أيام حرب لبنان، معركة السلطان يعقوب اللي دمر فيها الجيش العربي السوري دبابات العدو وأسر مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال الصهيوني. إلى يومنا هذا 10 سنوات من الحرب وجيشنا العربي السوري صامد. صحيح. صامد ويسطر في كل يوم. يعني إذا بدنا نحكي عن الأساطير والبطولات التي خاضها الجيش العربي السوري وسطرها خلال 10 سنوات، نحتاج إلى حلقات وحلقات. صحيح. ومجلدات ومجلدات. نعم. فلذلك نحن بنذكر بعض هذه هذا بنذكر على مطار كويرس. مطار كويرس اللي حامية المطار، حامية الكلية الجوية، استطاعت وبعدد قليل من المقاتلين وبالعتاد الذخيرة بتعرفي إيصالة وهذا والطعام وهذا، ومع ذلك صمدت لسنتين وسبعة أشهر. صحيح. ولم تستطع، وشكلت عقدة نقص للإرهابيين بعدم قدرتهم على اختراق مطار كويرس، وسقط كثير من الشهداء في هذه المعارك وصمدوا حتى تحريرهم من قبل الجيش العربي السوري. نتذكر سجن حلب المركزي اللي هو صار أسطورة وصار عبارة عن دروس في تدرس في المدارس العسكرية، عبارة عن 450 مقاتل موجودين بذخيرة محدودة بتأمين طبي محدود، ومع ذلك صمدوا وسطروا بطولات وعرضوا فيلم عن سجن حلب المركزي. يعني هالبطولات اللي سطرت، هذا هو الجيش العربي السوري. وإذا بدنا نحكي إسا على البطولات، في بطولات كتير بحقل الشاعر وبعقيربات والمناطق هذا. يعني إذا بدنا نكمل على الأساطير وعدلك لهذا ما بنخلص. أكيد الرحمة لجميع أرواح شهدائنا. الله يرحمهم جميعا، لكل شهداء. أرواح شهداء. ومثل ما حكيت سيادة اللواء، يعني هي 10 سنين هي ليست الوحيدة اللي الجيش العربي السوري قام فيها ببطولات، ولكن كانت حافلة بالبطولات ضد الإرهاب بسوريا. أيضا مؤسسة الجيش مثل كل مؤسسات الدولة اللي كانت تعنى بذوي الشهداء، حضرتكم مسؤولين عن مكتب الشهداء والجرحى والمفقودين، خلينا عن نحكي ماذا تقدم الدولة طبعا الشهداء أهاليهم والجرحى والمفقودين من خدمات طيلة طبعا أيام السنة. نتفضل ونحكي شوي عن ما تقدمون. هلأ بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ومن أجل تخفيف الأعباء المادي والمعنوي والإشراف على ذوي الشهداء من كافة النواحي الاجتماعية
والمادية والمعنوية والتعليمية ومتابعة حصولهم على كافة مستحقاتهم، تم إحداث مديرية شؤون الشهداء والجرحى. هالمديرية شؤون الشهداء والجرحى تضم المبنى الإداري. المبنى الإداري هذا اللي موجود كان عبارة عن سابقا عبارة عن وحدة معالجة مركزية ومكتب الشهداء، تم ضمهم مع بعض وصار عندنا شيء اسمه مديرية شؤون الشهداء والجرحى. المكتب الإداري هذا مختص بعملية إنجاز وتقديم كافة مستحقات الشهيد لزويه. ومشان تخريج هالمكتب الإداري يضم مجموعة من الفروع والأقسام التي تقوم بتأمين الخدمات لزوي الشهداء. المكتب الإداري هذا من أجل كمان تخفيف الأعباء، صار تم إحداث ضمن المكتب الإداري مكتب اسمه مكتب القاضي الشرعي، بالإضافة لمكتب القاضي الشرعي. كله هذا مشان تخفيف الأعباء. كان سابقا ما في مكتب قاضي شرعي، يضطر ذوي الشهيد يروحوا على المحكمة. هلا ما في داعي ليروح يراجع محكمة، إذا بالضمن هالمبنى هذا إذا مكتب قاضي شرعي ومكتب للشؤون المدنية كمان. المكتب كمان ما في داعي بقى ينزل على السجلات ويدور، ضمن المديرية ممكن أنه يحصل، غير إذا في شيء خطأ معين ممكن تراجع. ومكتب من أجل المصرف العقاري، بالإضافة إلى مكتب منتدبين من وزارة الدفاع ومنتدبين من التأمين والمعاش. ولتخفيف كمان الأعباء عن ذوي الشهداء تم إحداث فروع وأقسام للمديرية في كافة محافظات القطر العربي السوري. فعنا أربع فروع في كل من اللاذقية وحمص وحلب ودمشق وريفا، بالإضافة للأقسام أقسام في باقي المحافظات. هل الفروع هاي بتقدم نفس الخدمات اللي بتقدمها مديرية شؤون الشهداء والجرحى. بالإضافة لعملية الضم، تم ضم مدارس أبناء وبنات الشهداء ودار الوفاة لمرضى العجز الكلي. يمكن اليوم المسؤولية زادت عليكم بالمديرية خلال سنوات الحرب الأخيرة على سوريا، صار المجهود مضاعف. خلينا نحكي عن المنح اللي بتقدمها المديرية اليوم في ظل الظروف اللي عم نعيشها. طبعا سنين حرب، 10 سنوات حرب، أكيد راح تزيد المسؤولية، لأنه أعداد الشهداء راح يكون أكبر، أعداد الجرحى راح يكون أكبر، أعداد المفقودين. فالمنح اللي بتقدم من هي أول شيء عندنا إعانة الوفاة، وهي بتم قبضها مباشرة أثناء تشييع الشهيد مشان مساعدة الأهل وذوي الشهيد. بعدين عندك تعويضات نهاية الخدمة. تعويضات نهاية الخدمة بتضم عبارة عن إعانات مالية وتعويض وفاة، تراكم إجازات ومكافآت الخدمة الزائدة، بالإضافة للتأمين والمعاش التقاعدي. بعدين عندنا بدل السكن للمستحقين وفق عدد المستحقين الموجودين. عندنا بعدين الإسعاف المالي ويعطى لمرة واحدة. عندنا المنح والهدايا النقدية كمان تعطى، وبمكرمة من السيد الرئيس. وهون بحب نوه على شغلة معينة، بمكرمة من السيد الرئيس تم رفعها ورح تنزل على بطاقة الصراف. فلذلك نحن نتوجه من الأهالي اللي ما نو قاطع بطاقة صراف من ذوي الشهداء، اللي ما نو قاطع بطاقة صراف يحاول أنه يقطع بطاقة صراف، لأنه الهدايا السنة كانت تعطى سابقا من قبل الإدارة السياسية،
تم تحويلها لمديرية شؤون الشهداء مشان توفير. فنحن حولناها، بده يصير تم تحويلها على بطاقة الصراف. فبنتمنى من كل الأهالي اللي ما عنده بطاقة صراف أنه يقطع بطاقة صراف، أسهل لإله، مع أنه مع الراتب بتنزل مع على بطاقة الصراف، بالإضافة إلى الإعانة الدراسية، وتعطى من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية للطلاب، الطلاب المسجلين لذوي الشهداء، بالإضافة لبطاقة الشرف اللي تعطى بتسهل من خلال اللي حاملين بطاقة الشرف ممكن معالجتهم في المشافي العسكرية والمشافي الحكومية بشكل مجاني، و50% خصم من أجور بالنسبة لأجور النقل سواء كانت البرية والبحرية والجوية، بالإضافة للوظيفة، الوظيفة من حق زوجة الشهيد أو ممكن أنها تتنازل لأحد الأولاد، الأولاد بالنسبة للوظيفة، بالإضافة لقبول في مدارس أبناء وبنات الشهداء، الشهداء. وآخر مكرمة من السيد الرئيس القائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس بشار الأسد، كان مكرمة إعفاء من القروض للشهداء وزوجاتهم، كل شهيد أو زوجته أخذ قرض قبل الاستشهاد تم إعفاء منها. وهناك كثير الكثير من المنح التي تقدم، يعني خلال كل مناسبة أيضا يتم تقديم لهم الكثير من العطاء، وهم أكيد يستحقون أكيد. ونحن اليوم عم نحيي ذكرى شو ما قدمنا لهم من منح، هذا ما بيجي جزء من الشيء اللي قدموه هنون، اللي هنون أرواحهم فداء هالوطن والهم. سيادة اللواء، يعني بختام حديثنا لليوم مع حضرتك بهاي المناسبة، شو بتحب توجه كلمة لكل طبعا رفاق الدرب ولكل طبعا أهالي الشهداء ذويهم والجرحى والمفقودين؟ بالختام بتوجه بالتحية إلى رجال الجيش العربي السوري اللي مرابطين على جبهات القتال، وبقول لهم كل عام وهنن بخير بمناسبة عيد الشهداء، وبتوجه لأهالي وزوي الشهداء بقول لهم كل عام وهنن بخير، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونقدر نقدم يعني نقدم الشيء اللي ممكن يرد لكم، الشيء اللي ممكن يكون جزء من اللي قدموا لنا يا أولادكم اللي هي أرواحهم، لأنه مهما قدمنا فيعتبر قليل. وتحية يعني بوجه تحية للقائد العام للجيش والقوات المسلحة وبقول له كل عام وهو بخير. كنا سعيدين بوجودك سيادة اللواء، بنتشكرك أكيد على وجودك معنا، وبنتشكر جميع رجال الجيش العربي السوري على دائما البطولات اللي عم يقوموا فيها، نحن نخجل قدام عظمة رجال الجيش العربي السوري. شكرا كثير لك، نتمنى الرحمة لجميع أرواح شهدائنا، ونتمنى مثل ما قلت الشفاء العاجل للجرحى، ويا رب يرجعوا جميع المفقودين. شكرا كثير لك. شكرا لكم، وكنت سعيد بوجودي معكم. شكرا لك سيادة اللواء، نحن سعيدين بوجودك معنا أكيد، وأنك كنت ضيفنا بهذا اليوم الاستثنائي والمميز، وأكيد التحية لكل رفاق الدرب وإلكم بمسؤولياتكم، وأنتم حاملين أكبر مسؤولية طبعا هي العناية بذوي الشهداء والجرحى والمفقودين. شكرا لك.